شاهدنا منذ بداية الأزمة السورية والتدخل التركي بشؤون سوريا، وخاصة بعد انتهاء موضوع داعش على الأرض جغرافيا، وجدنا تركيا قد بدأت بهجماتها باحتلال عفرين واحتلال تل أبيض ورأس العين، وهذه التهديدات المستمرة ولكنها حرب مستمرة وليس تهديدات. فنشاهد يوميا القصف المتكرر على المناطق الآمنة من شمال على شمال وشرق سوريا، على المناطق المدنيين الآمنة وكذلك البنى التحتية وقطع مياه نهر الفرات وقطع مياه الشرب عن شمال وشرق سوريا عن مدينة الحسكة. فكل هذه الإجراءات التي تقوم بها الدولة التركية هي إجراءات غير قانونية وترقى إلى جرائم حرب، فقتل المدنيين وقصف المستوصفات وقتل الإعلاميين وضرب البنى التحتية، هذه كلها في القانون الدولي تجرم بجرائم ضد الإنسانية. كذلك التغيير الديموغرافي والتهجير القسري لهذه المناطق. ما لاحظناه في الآونة الأخيرة هو الطيران المسير الذي تعمل به تركيا وتشن هجومها دائما على الإدارات المدنية وعلى القيادات، ومنها أثناء احتلال رأس العين وتل أبيض مقتل الرفيق هفرين خلف. فكل هذه الأمور مارستها تركيا بحق شمال وشرق سوريا. في النصف الثاني من العام 2022 بشهر تموز كان هناك تهديدات للدولة التركية على باجتياح بري على مناطق شمال وشرق سوريا واقتطاع أجزاء أخرى من هذه الأرض. قامت الإدارة الذاتية باتخاذ قانون الطوارئ وشكلت خلية أزمة للوضع الذي يحتاجه المواطنين. هي الأولويات هي بداية الصحة والاقتصاد والوضع الأمني وكذلك الإدارة المحلية والبلديات من أجل الطرق والملاجئ وتأمين كافة حاجيات المجتمع الأساسية. فعندما يطرح قانون الطوارئ تتوقف كل القوانين ويعمل بقوانين أخرى وفق قوانين الدولية لزمن الحرب. اليوم الإدارة الذاتية كذلك لم يتم التوقف عن هذا القرار تشكيل خلية الأزمة، ولكن في هذه الظروف هذه من بعد أن تم تهديد شمال وشرق سوريا باجتياح بري على مناطق عفرين، على مناطق تل رفعت ومنبج وكوبان عين العرب أو مناطق أخرى، وكذلك الهجوم بالطيران الحربي بدل المسير، اتخذت الإدارة الذاتية كذلك حالة الطوارئ في هذه في مناطق شمال وشرق سوريا تحسبا لأي أمر طارئ قد يحدث من الجانب التركي على وشن حرب برية على مناطق شمال وشرق سوريا. فكانت الأولويات هي الصحة والاقتصاد، توفير المواد الأساسية اللازمة للمجتمع على أن يكون هناك توفير لكافة المواد في أثناء الحرب، لأن هناك قد تتوقف المعابر أو قد تتوقف مصدر الاستيراد من المناطق الأخرى، وخاصة حليب الأطفال والأدوية والخبز والمحروقات. فكل هذه قامت الإدارة الذاتية بوضع تدابير لهذه المرحلة، وإن شاء الله نتمنى أن لا تكون هناك حرب. فالإدارة الذاتية على أهبة الاستعداد كما قواتنا العسكرية جاهزة، فقد استفدنا من التجارب السابقة أثناء الحرب على عفرين وعلى تل أبيض وعلى رأس العين، فاتخذنا تدابير وقائية ضمن حالة الطوارئ في هذا الزمن. فنتمنى أن لا تكون هناك حرب. كذلك على أهلنا وشعبنا ومواطنينا أن يكون هناك موقف جاد وموقف ثابت، وكذلك نوجه إلى أصحاب المحلات والتجار عدم الاحتكار وزيادة الأسعار في زمن الحروب. فمن يتسول له نفسه باحتكار أي مادة، احتكار أو مادة أو رفع أسعار أي مادة، فهناك إجراءات قانونية تتخذ بحق من يحتكر هذه المواد أو يستغل ظروف المواطنين ببيعها بسعر
أكثر من الحقيقة. فالإدارة الذاتية لم تأنو جهدا باتجاه مواطنها، فيجب أن يكون هناك قواتنا العسكرية هي مدافعة، وكذلك الإدارة المدنية والإدارة الذاتية تقوم بواجبها اتجاه مواطنيها للتأمين كافة مستلزمات الحياة لأمانهم وكذلك مصدر رزقهم وحاجاتهم الأساسية من الصحة والغذاء. من 6 تموز إلى يومنا هذا لم يتوقف حالة الطوارئ، ولكن الاستعدادات جارية، وحاليا زادت الهمة وزادت القرارات من أجل توفير كافة ما يحتاجه شعبنا ومواطنينا في هذه المرحلة التي نتمنى أن لا تكون هناك حرب على شمال وشرق سوريا.